السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم اخوكم مصطفى البجوري من قناه سنه اولى بزنس. النهارده يا جماعه حلقه مهمه جدا 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 وحلقه شيقه. الحلقه بعنوان اللي يجيله فرصه في البيزنس وان هو يكبر مساحته في السوق وما يستفدش بالفرصه دي يبقى بيهرج. النهارده هنتكلم عن فرصه سبيرو سباكس الضائعه وكذلك سينا كولا وازاي ما قدروش ان هم يكبروا مساحتهم في السوق ويستغلوا اللي حصل مع بيبسي كولا وكوكا كولا. هنتكلم النهارده بالتفصيل ايه اللي حصل. قبل اي حاجه صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، وما تنسوش اللايك يا جماعه عشان بس الريتش في القناه واقع شويه، ما تروحوش بعيد ويلا بينا. طبعا كلنا عارفين ان الفتره دي هي فتره مقاطعة لمنتجات معينة. هنتكلم النهاردة عن مقاطعة بيبسي كولا وكوكا كولا. أول ما بدأت المقاطعة بدأت الناس على السوشيال ميديا يتكلموا عن بدائل للبيبسي كولا والكوكا كولا. كان البدائل كان هو المشروب اللي خد شعبية كبيرة جدا والناس بدأت تشير له صور وحاجات زي كده وبوستات، هو سبيروس باتس. سبيروس باتس يعني زي ما تقولوا الدعاية جات له من السماء، يعني ربنا سبحانه وتعالى قدر له ان الناس تبدا تتكلم عليه وتعمل له دعايه من غير ما يدفع مليم. الناس بتتكلم عليه، الناس كلها بتشير يا جماعه بقى في سبيروس باتس ده بديل للبيبسي وبديل للكوكا كولا. فبدا ان هو سبيروس باتس الناس محتاجاه. طيب ليه بقى صاحب شركه سبيروس باتس او صاحب المصنع او رئيس مجلس اداره المصنع ليه ما استفادش بالدعايه اللي الاشخاص على السوشيال ميديا عملوها له ببلاش؟ دي حاجة كده جاية من ربنا سبحانه وتعالى. ليه سبيروس باتس مش موجودة كتير في السوق؟ ليه التوزيع بتاعها ضعيف لحد وقتنا هذا؟ ليه الناس علشان تشتري سبيروس باتس ليه بتلف كتير على سوبر ماركتس وكشاك علشان يلاقوا سبيروس باتس؟ دي المشكلة اللي وقع فيها صاحب مصنع سبيروس باتس. طبعا الراجل حط في دماغه ان موضوع المقاطعة ده هتبقى زوبعة في فنجان وكلها ايه شهرين ثلاثة والوضع يرجع زي الاول تاني. اللي حصل ان الراجل صاحب مصنع سبيروس باتس خاف ان هو ياخد تمويل او يتصرف في مبلغ كبير ويشتري خطوط انتاج زيادة علشان يزود انتاجه. صاحب مصنع سبيروس باتس في الحالة دي كان هيضطر ان هو يتصرف في مبلغ كبير ويبدأ ان هو يجيب خطوط انتاج ويوسع ويكبر خطوط الانتاج بتاعه. فصاحب المصنع فكر وقال لك ايه، لا انا خايف المقاطعة دي تفضل شهر شهرين ثلاثة وبعد كده ايه قلب سنة في تمن خطوط الانتاج اللي انا اشتريتها ومش عارف اسد تمنها. طبعا سواء حصل عليه على التمويل عن طريق البنك وده حرام طبعا، لكن انا بقول يعني هيتصرف في كام مليون تمام ويشتري خطوط انتاجه ويوسع نفسه ويوسع انتاجه علشان يقدر ان هو يوزع ويبدا ياخد مساحه من السوق كبيره ويبدا ان هو كوكا كولا وبيبسي كولا تتراجع وسبيروس باتس تبدا تاخد مكانها. طيب اللي حصل ان صاحب مصنع سبيروس باتس خاف من التجربه، هو ده اللي حصل. يعني انت جايلك فرصه من ذهب يا صاحب مصنع سبيروس باتس ان الناس مستنيه المنتج بتاعك في السوق، الناس بتعمل لك دعايه ببلاش. اللي حصل ان صاحب المصنع خاف من المجازفه. هنا بقى دلوقتي حط في دماغه ان المقاطعه شهر شهرين وايه والوضع هيرجع زي ما كان والناس هترجع لبيبسي وكوكا كولا وما استغلش الفرصه. كان قدامه حاجتين بس هيعملهم وهيسيطر على السوق كله. الحاجه الاولى ان هو يشتري خطوط انتاج كبيره ويوسع المصنع بتاعه وينتج انتاج مضاعف ويبدا يوزع بكميات كبيرة على كل الكشاك والهايبرز والسوبر ماركتس علشان المنتج بتاعه بقى مطلوب. تاني حاجة ودي اهم، وهو ان هو يظبط الكواليتي بتاعته ويظبط طعم الكولا بتاعته، وساعتها كان هيسيطر على السوق وساعتها كان هياخد نسبة ومساحة كبيرة من السوق مقابل بيبسي كولا وكوكا كولا. طبعا اللي حصل للأسف الشديد، طبعا دلوقتي الناس خلاص ما بقتش تتكلم عن سبيروس باتس زي الاول. في اول المقاطعة الناس كانت بتتكلم والناس كانت مشتاقة ومستنية انها تلاقي سبيروس باتس في اي حتة. كان المفروض صاحب المصنع يجازف وما يخافش، هيعمل حاجتين. الحاجه الاولى ان هو هيكبر الانتاج بتاعه، طبعا هيتصرف بقى في كام مليون، هيتصرف حتى لو هيدخل شريك معاه مفيش مشكله، يوسع انتاجه ويبدا يفرش في السوق طالما الناس محتاجه. تجار الجملة والسوبر ماركتس والهايبر ماركتس محتاجين المنتج ده، فبالتالي انت هتوزع بشكل كبير وبضاعتك هتتباع بسرعة لان الناس محتاجاها. تاني حاجة ان انت تظبط الكواليتي بتاعتك والطعم علشان طعمك يبقى زي بيبسي كولا وكوكا كولا، فبالتالي خلاص كوكا كولا وبيبسي كولا بره السوق تماما نهائي. الناس خلاص هتتعود على سبيروس باتس، خلاص بيبسي كولا وكوكا كولا خلاص ما بقاش في احتكار لسوق الكولا بالنسبه لهم. فانت صاحب مصنع سبيروس باتس او سينا كولا
انتوا يا جماعه فاتكم فرصه ذهبيه، ما قدرتوش ان انتوا تسيطروا على السوق وخفتوا من المجازفه. واللي حصل ان المقاطعه مكمله بقالها ايه قربت على سنه، وانتوا والناس رجعت للاسف الشديد بتشتري بيبسي كولا وكوكا كولا لان مفيش بديل متاح او بنفس الكواليتي. يعني عندك مثلا سيفن كولا او هيلسي كولا او سبيروس باتس او سينا كولا، نسبتهم كلهم على بعض كده في السوق مثلا قول 20% و80% لبيبسي كولا وكوكا كولا. كانت قدامك فرصه ذهبيه يا اصحاب المصانع دي ان انتوا تزودوا الانتاج وما تخافوش وتجازفوا البيزنس. انتوا عارفين البيزنس هو عباره عن مجازفه، كنت تزود انتاجك وتوسع توزيعك وتكبر خطوط انتاجك علشان تقدر انت تاخد مساحه كبيره من السوق. اللي هنستفيده النهارده من الحلقه ان انت لو جات لك فرصه ذهبيه ما تضيعهاش. البيزنس يا جماعه هو عباره عن مجازفه، طالما انت حاسبها وحاسب ان المجازفه بتاعتك مضمونه بنسبه كبيره توكل على الله وجازف، ما تعملش زي مصنع سبيروس باتس وسينا كول. يا رب الحلقه النهارده تكون عجبتكم واستفدتم منها. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس، وكان معكم مصطفى البغوري من قناه سنولة بيزنس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.